السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه لتقديم الجزء الأول من الدرس رقم 10 التعداد وحساب الاحتمالات. في هذه الحصة سنتطرق لمفهوم التعداد، المبدأ الأساسي للتعداد، أولا رئيسي مجموعة منتهية، ثم المبدأ الأساسي للتعداد. التعداد المبدأ الأساسي للتعداد رئيسي مجموعة منتهية. تعريف: لتكون E مجموعة غير فارغة تحتوي على عدد منتهي من العناصر N، N عدد صحيح طبيعي. المجموعة E تسمى مجموعة منتهية، هذا يعني بأنه يمكن تعداد عناصرها. العدد N يسمى رئيسي المجموعة E، ونرمز له بهذا الرمز ونكتب كاردينال E يساوي N. ملاحظة: المجموعة الفارغة عدد عناصرها هو صفر، إذن رئيسي المجموعة الفارغة يساوي صفر. أمثلة: مثل الأول، نعتبر المجموعة E التي تحتوي على الأعداد 1 1 على 2 ناقص 3 4. المجموعة E هي مجموعة منتهية ولدينا كاردينال E يساوي 4، لأن هذه المجموعة تحتوي على 4 عناصر. المثال الثاني، نعتبر المجموعة F التي تحتوي على العناصر A و B و M و Y و Z. المجموعة F هي مجموعة منتهية ولدينا عدد عناصرها هو 5. الفقرة الموالية المبدأ الأساسي للتعداد، سنشتغل على نشاط نقترح تحديد عدد الأعداد المكونة من رقمين والتي يمكن كتابتها بالأرقام 3 5 و 7. أولا، دون تكرار نفس العنصر، يعني إن وجد العنصر في العشرات فهو لا يتواجد بالوحدات. لدينا ثلاثة أرقام هي 3 و 5 و 7، إذن عدد الإمكانيات لاختيار رقم العشرات هو 3. عند اختيار رقم العشرات لدينا إمكانيتان لاختيار رقم الوحدات. لماذا؟ لأنه غير مسموح بتكرار نفس العدد. مثلا الحالة الثانية، إذا اخترنا العدد 5 بالعشرات لا يمكن اختيار العدد 5 بالوحدات، إذن يتبقى لدينا 3 و 5. ومن عدد الإمكانيات لاختيار رقم الوحدات هو 2. العدد الإجمالي للإمكانيات هو 6، إذن عدد الأعداد المكونة من رقمين والتي يمكن كتابتها بالأرقام 3 و 5 و 7 هو 6، و 6 تساوي 3 في 2. الحالة الثانية، مع إمكانية تكرار نفس العنصر، دائما لدينا ثلاث إمكانيات لاختيار رقم العشرات. عند اختيار رقم العشرات يمكن تكرار نفس العدد بالوحدات لأن التكرار في هذه الحالة مسموح، وبالتالي سيكون لدينا ثلاث إمكانيات لاختيار رقم الوحدات. في المجمل نحصل على 9 إمكانيات. ومن عدد الأعداد المكونة من رقمين والتي يمكن كتابتها بالأرقام 3 و 5 و 7 هي 3 في 3، يعني 9 أو 3 أس 2. تعريف: لتكون E تجربة تستوجب نتائجها كاختيار. إذا كان الاختيار الأول يتم بN1 طريقة مختلفة، والاختيار الثاني يتم بN2 طريقة مختلفة، إلى الاختيار رقم K الذي يتم بNK طريقة مختلفة، إذن عدد النتائج الممكنة هو الجداء N1 في N2 في إلى NK. ملاحظة: شجرة الاختيارات أو شجرة الإمكانيات، أو بكل بساطة شجرة، هي رسم بياني يقوم بوصف وتعداد النتائج الممكنة لمتتالية منتهية من العمليات. إذا كانت الشجرة تحتوي على N فرع وكل فرع يحتوي على P فرع، إذن عدد فروعات الشجرة هي N في P.
مطعم يقترح على زبنائه قوائم تتكون من مقبلات يتم اختيارها من بين ثلاث اقتراحات E1 وE2 وE3. طبق رئيسي يتم اختياره من بين أربع اقتراحات P1 وP2 وP3 وP4. وحلوى يتم اختيارها من بين خمس اقتراحات D1 والD2 والD3 والD4 والD5. كم من قائمة مختلفة يمكن لزبون تكوينها؟ علما بأن كل قائمة تحتوي على نوع واحد من المقبلات، طبق رئيسي وحلوى. عدد الإمكانيات لاختيار المقبلات هو 3، لأن لدينا 3 اختيارات. عدد الإمكانيات لاختيار الطبق الرئيسي هو 4، لدينا 4 أنواع. عدد الإمكانيات لاختيار الحلوى هو 5، لأن لدينا 5 أنواع. ومن حسب المبدأ الأساسي للتعداد، عدد النتائج الممكنة أو عدد الإمكانيات الممكنة هو 3 × 4 × 5، يعني 60 إمكانية. إذن كل زبون يمكن أن يكون 60 قائمة مختلفة. بهذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.